question. Des gens qui réfléchissent et qui prennent position. Tout ça vu d'ici, c'est de la science-fiction. سؤال واحد هو. والله ايش نقول لك؟ حاجة ما تلزمش القانون، سي نورمال تتفكر. حاجة عادية، هذا معناها حاجة ما تصلحش. مش هي وجودها. مانيش فهمتو انا ساعة بوغ كومونسي، خاطر كل مرة يقولوا خاطر ما فماش رخصة، مرة يقولوا كراس الشروط، مرة يقولوا خطية ب 50 مليون. انا قلت البارح سيتي بريفي باش نقصوها من نص الليل، دونك مرضت. انا في منجم كان نشجع اي منبر اعلامي واي محطة اعلامية في تونس. انا بصراحة نحترم قرارات الهيكة، هي هيئة عليا معناها، لكن ما اظنش انه اذا كان هو فما غلق ريالمون ما اظنش هو الحل المناسب، على خاطر احنا توا في مرحله انه نستحقوا اي محطه اعلاميه في تونس. احنا نتمناو انه الهيكات تكون تطبق في القانون، واذا كان اي وسيله اعلام معناها مخالفه للقانون فلازم تطبق القانون، مش كلام. المواطن التونسي عنده حق يدفع في الضرائب، عنده حق في اعلام نزيه واعلام معناها قانوني، واعلام معناها يحترم المستوى اللي يصبح يعيش فيه التونسي. معناها اذا كان يلزم يغلقوا كاو. العبد لله مع الهيئه التعديليه، مع كل تعديل في الميدان السمعي البصري اللي هو يعني اللي هو علاقه ليس فقط يعني بالمعلومات او بالاتصال، وانما كذلك بالمال، براس المال، باشياء اخرى اللي هي يعني نشوفوها في بلدان اخرى، مثلا في ايطاليا مع بيرلسكوني وين ادت يعني. فبالتالي شخصيا وبمعرفتي يعني الصغيره جدا يعني بما يقع في فرنسا، ما يقع في المغرب، اسمها الهكا في المغرب، وما يقع كذلك في بريطانيا، انه ما قامت به الهيكا هو طبيعي. قد تكون فيه بعض مش تجاوزات، يعني قد تكون فيه بعض التقييمات يعني غير الصادقة يعني بين المزوجتين، وإنما هذا كل شيء يتصلح. والذين يرفضون كراسات الشروط هم الذين يريدون أن يعني يكون فيه تعديل ذاتي. هم ما عملوش تعديل ذاتي يعني في الصحافة المكتوبة، الصحافة الورقية، خلي باش يكون فيه تعديل ذاتي يعني في الصحافة السمعية البصرية. ونحن يعني ثم ناس مثلا قناة الشعار متاعها هو اسم حزب، يعني كيفاش تعمل يعني؟ تقول له لا يعني في ناس يعني عندها حل بر يرحم والديك. قرارات كانت جريئة ياسر، وبالنسبة للنسمة وحنا بال واحد، بالنسبة للشعب التونسي قاعد يتفرج فيها بصفة بكثرة اللي هي ما تدوم. علاش الهيكا عملت هكا؟ سؤال مطروح. على الأقل أداءات تجم يخلصوهم، أنا حسب سمعت 50 مليون بالنسبة للنسبة تجم تخلصهم، ما يسكنهمش قناة كيما هذيك. الشعب الكل قاعد يتفرج فيها، وبالنسبة لحنا بال كذلك زادة. إذا كان فما قنوات التزمت بها، وإذا كان فما كراس شروط، أنا ما مراش علاش ما يتمش يعني التطبيق نتاعها. اللي بقى أنه قنوات تلتزم ولا لا، الحكاية كلها بيد الهيكل. يسيكو إذا كان أعطت بيناليتي، إذا كان أعطت يعني إنذار بغلق القنوات هذه، يعني فرصة أنه القنوات هذه تسوي وضعيتها. يعني نتصور هكا سيلوجيك يعني الحكايه، واذا كان فما قانون كي الفول ابليكي مع وضد مش المشكله هكاك. ما دام ثم يحبوا يعملوا في كل قطاع كراس شروط، ماهيش ناس سنه وناس فرض. معناتها نتصور انا كراس شروط خلي ناس ثم شروط معينه ناس كل تتجاوب معاها يطبقوها، نتناقشوا كان شرط ماهوش ماشي معانا ولا لا. اما مش المجرد انه جاك قرار بغلق من هيئه نورمالمون قانونيه سواديزون، وبرغم حتى هي مؤقته، اما ما مش نوليو ابطال وكل واحد يقول او اعلام حر واعلام حر. خاطر نذكر حاجه بسيطه، وقت صارت الكاله التونسيه عمناوي وتعمناوي، هما كانوا وراء الحمله اللي في تسكير التونسيه، وكانوا وراء حمله ضد برشا قنوات اخرى منها قناه حنا بعض. والناس الكل تعرف الهيستوري كيفاش نسمو حنا بعض، خذوا الترخيصات نتاعهم من تونس وشنو هي الامتيازات اللي تمتعوا بهم مقابل حاجه معينه. دونك جا وقت باش الناس عندك ورا الشروط تجاوب معناها مع الشروط اللي موجوده في القانون هذا، ما فيها باس نتناقشوا. اما لعب دور البطل انا جو سوي كونت، خاطر كي باش نحكيو على الاعلام الحر مازلنا برشا بعاد. انا ضد غلق القنوات، تخلي الناس تخدموا على ارواحها وما تغلقوش يعني القنوات هما
يتفاهموا معاهم ويعملوا كراسة الشروط نتاعهم ويسويوا وضعتهم. واللي هذا هل هذا باش نسكروا لهم قنوات ينحيوها من البلد؟ ثم ديمقراطيه وثم وثم حق في البلاد هذه وما عندهمش حتى اي حق باش يقوموا بالعمليات هذه، وما ينجموا يسكروا حتى ربع اذاعه ولا ربع قناه باش يسكروها، مش معقول بالكل. حتى من الحكومه لازم تشجع على حريه التعبير، دونك لازمها تخلي المنافسه حره معناها ما بين القنوات كسواء الخاصه ولا كسواء حكوميه، واللي باش معناها يكرس تعدديه الراي وحريه التعبير. بالنسبة من بعد الثورة شفنا حاجات مش عاجبتنا المواطنين التونسيين، خاصة غلق قناة نسمة اللي هي قناة معناها الشعب التونسي كله يحبها. أنا واحد من الناس متزوج عندي زوج بنات، بناتي الزوج يتفرجوا ديما على نسمة، خاصة البرنامج المسلسل تاعها حريم السلطان وبرشا برامج معناها باهين، وكذلك قناة حنا بعلي اللي هي تعدي في حاجات معناها باهية، فهمتني؟ نحبوا نفهموا نحن شنو هي الكراس الشروط، كراس الشروط اللي حسب اللي قالوها هما، قالوا لي ثم الرخصه ذوما الرخصه اللي خذتها لقناه نسمه خذتها من عهد المخلوع، ومعناها يطلبوا الهيكات تطلب من قناه نسمه تجديد الرخصه، صحيح ولا لا؟ هذا المطلوب هكا ولا معناها ممكن معناها كانوا يعملوا يلتجئوا للقضاء، مش معناها يقطعوها نهائيا ويحرموا المواطنين معناها من الفرجه. ونتصور انا حسب مفهومي انا شخصي كمواطن تونسي اللي هذه ما تكونش معناها حكايه تسكير ولا حاجه، هذه حكايه اغراض سياسيه. انا نحب نعرف حاجه واحده، علاش الهيكه اعطت لبعض القنوات وبعض القنوات الاخرين ما اعطتهمش؟ حبيت نحب نذكر حاجه واحده، اللي ثم قنوات الرخص نتاعها مستوفيتها كيما حنا باعل وكيما نسمه وكيما الموزايك، واعلن الهيكه اللي كونها هي معناها مطالبين القنوات هذوما باش معناها يعاودوا يعطيو الملفات من جديد. في المقابل ثم قناه الزيتونه هي عطات الملف نتاعها بالكامل، عطات الملف نتاعها بالكامل ومتاكد معناها على خاطرني انا نعرف شنو قناه الزيتونه، عطات الملف نتاعها بالكامل ولقات رفض. الرفض نتاع الهيكه بدون عله بدون سبب، ما عطاتش فيه لا عله ولا سبب. انا نحب نعرف الهيكه هي ما شكون هي ساعة الهيك؟ الهيك شنو هي الهيك؟ الهيك هي معناها هيئة مستقلة وإلا هيئة دستورية؟ ما أنا نحب نفهم حاجة. أنا نتصور الهيك اللي كونها هي تابعة للنظام البيت، النظام بن علي. وفي الواقع الغلق هذا ما حقوش يكون، فهمتني ولا فهمتنيش؟ لأن إذا مشينا في ثورة الحرية والكرامة، ثورة الحرية والكرامة الإنسان ياخذ المنهج هذاك نتاع استقلاليته وحريته. هنا كاينك تعفيه، كاينك تزنه وقت اللي انت تقص عليه. احنا زاد كيف كمواطنين ماذا بينا كل القنوات نتبعها في اخبارها في كل المشاكل اللي تكون في القناه باش تحبوا نتفرجوا فيها. علاش ينحيونا في نسمه حنا بعد؟ علاش؟ هذه كلها حكايه كراسي، حكايه منصبه، وعد كل شيء. ربي ما قالش هكايا. عطينا ان الواحد كل شيء ما حاجاش بالسياسه نتاعهم، عطينا القنوات نتاعنا كل شيء اللي حسنا بهم، قنوات نسمة العائله هذيك. القنوات هذه اللي تبث بدون رخص، هنا لا كيسيون هي لا سويفونت، اسكو فما قانون ولا فماش قانون؟ اسكو طول الموند الناس الكل قدام القانون متساويه والا مش متساويه؟ صحيح هي حريه، ايه الحريه تبدا، حريتي انا تبدا وقت تنتهي وقت تبدا حريتك انت. هذا يجب ينظمها قانون. إذا كان احنا في العالم وكل مقتنعين بأن الدولة هي دولة قانون ودولة مؤسسات وعليه لابد من احترام القانون. هل القنوات هذه علاش ما تحبش تاخذ رخص قانوني؟ عليه. دونك السؤال بعد سؤال صعيب بوتاتر في ظاهره وفي باطنه سهل برشا، والحل أسهل. ينظموا أمورهم على المستوى القانوني وتنتهي المواضيع كلها. ما فيهاش مش صعيبة هذه. بالنسبة للقنوات معناتها اللي ما منع بثهم معناتها قانونيا، معناتها كما نقولوا يسوي وضعيتهم معناتها العادية، يسوي وضعيتهم ومعناتها يتقدموا بالأوراق اللي هما معناتها يدلوا اللي هما عندهم رخص، هاك ولا يقدموا بالأوراق اللي عندهم رخص، فهمتي؟ وكما نقولوا فيها نحن إن شاء الله معناتها
ان شاء الله القادم احلى وان شاء الله ما يحسنوا وضعيتهم صغيره كبيره.